في إطار الحفاظ على ممتلكات الوحدة من خلال إنهاء الحرب المدمرة والانتصار على ميليشيات الحوثي الإيرانية واستعادة العاصمة صنعاء وتحسين ما دمره هذه الميليشيات يعد حفاظا على الوحدة. نريد أن نحتفل بالوحدة اليمنية، ولكن بعد تحرير العاصمة صنعاء، بعد استعادة المحافظات الشمالية المقتطفة من هذه الميليشيات، بعد عودة هيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية وعودة قواتها الطبيعية للتجول في كافة المحافظات اليمنية. حاليا كما يعلم الجميع لا يوجد لدينا إلا محافظات محررة في جنوب الوطن وبعض المناطق التي في شمالها، ولكن لا نتمنى أن نحتفل في الوحدة اليمنية في إطار تواجد هذه الميليشيات.